أديب امبارح في كلامه مع سعد الدين الهلالي، أنا شفت اللقاء ده وكأنه استحضار محلل. عارف في حاجة في الشرع كده اسمها محلل، لما واحدة تتطلق من جوزها بعد 3 طلقات بينات ما ينفعش ترجع له. ليه؟ لأن هو كده خلاص شرعا لا يجوز، المفروض تتجوز واحد تاني وبعد كده يطلقها الواحد التاني ده بمحض إرادته ويعيشوا حياة زوجية عادية وبعد كده ممكن ترجع تاني لجوزها الأولاني. بعض الناس اللي بتلف على الدين والناس اللي الشيوخ القطاعي والجماعة اللي بيفتوا بالمليمين والفتة دولت عملوا لنا حاجة اسمها المحلل، يروح يتجوز واحدة 2 3 ساعات ويطلقها وكده ايه ترجع. طبعا ده شرعا لا يجوز. اهو امبارح سعد الدين الهلالي ده قام بدور المحلل، المحلل عشان يقنع المصريين ان احنا ما عندناش مشكله وطبيعي جدا ان الميه تجف، ايه يعني؟ وطبيعي جدا ان احنا ما نلاقيش ميه نتوضى، ايه يعني؟ وطبيعي جدا ان احنا ما يبقاش عندنا وفره في الميه، ايه يعني؟ طلع سعد الدين الهلالي امبارح يقول لك نحن كشعب يجب ان نتحلى بالرشد والحكمه في الازمه النيليه. طيب يا سيدي، طب فين الحكمه والرشد بتاع النظام؟ طب فين الحكمه والرشد بتاع المفاوض المصري اللي بيفاوض بقاله 10 سنين وكل يوم بيلبسنا في الحيطه؟ طب فين الحكمه والرشد لما النظام وقع على اتفاقيه المبادئ في العام 2015 من غير ما يرجع لعيل صغير في البلد؟ طب فين الحكمه والرشد اللي لحد النهارده اثيوبيا عماله بتدي النيل بحيره اثيوبيه ونمتلك 87% من النيل وهنملى في هاشتاج متصدر اثيوبيا الناطقين باللغه العربيه اسمه هنملاه او هنملاه، بقاله كام يوم متصدر بيهددوا البلد كده عيني عينك على مواقع التواصل الاجتماعي. انت فين؟ لان متمسك بالتفاوض يا عم، ده بيقول لك هملة وهعمل ومش معبرك، لا معلش انا مش هنسحب من اتفاقيه المبادئ يا عم، ده بيقول لك انت مش هتقدر تعمل لي حاجه، لا ده اصل الجيوش زي ما قال السيد عمرو اديب قبل يومين، اصل الاسلحه اللي احنا جايبينها دي مش جايبينها عشان نطيرها ومش جايبينها عشان نفرقعها. ما انت جايبها ليه؟ جايبها عشان تخزنها وتبوظ وانت مخزنها. ان لم تدافع النهارده عن سد النهضه وعن الميه وعن الامن المائي هتستخدم الحاجات اللي ديانتنا بمليارات. والله الاسلحه اللي جت من ايطاليا وجات مش عارف من امريكا وجات من فرنسا وجات من هنا ومن هنا ديانتنا بمليارات، احنا بقينا مديونين لكل من هب ودب زي ما بيقولوا كده، بلدنا بقت مديونه للي يسوى واللي ما يسواش. الدين الخارجي النهارده السنه دي بس 2021 تمام 21.4 مليار دولار، ده مش الدين ده الفوائد. اسمع بقى سعد الدين الهلالي هو بيقول لك لما نلاقي القيادة السياسية وإدارة الدولة بتتكلم يبقى هي تدرك أبعاد حديثها وإحنا كشعب نسكت ومش عايزيننا نوصل للحرب. اتفرج بقى إزاي بيمارس دور ويتلاعب بالدين عشان يقنعك بقبول الفشل والخطأ.